طريقة إنشاء بث مباشر من الهاتف بأسهل طريقة ممكنة وباستخدام تطبيق اليوتيوب نفسه، مش أي تطبيق خارجي. لازم تفهم إن الموضوع ده ليه شروط. الشرط الأولاني إنك توصل لـ50 مشترك، والشرط التاني إن يكون مر على وصول قناتك 15 يوم من 50 مشترك، بالإضافة إلى تفعيل الميزات المتقدمة وإثبات ملكية القناة برقم هاتف والتحقق بخطوتين. والحاجات دي كلها لازم تعملها. اوعى تفوت الفيديو المهم والأهم من وجهة نظري لإنشاء قناة ناجحة على اليوتيوب وتظبيط الإعدادات، حاسبهولك في حرف الآي. لو عندك مشكلة راجع الفيديو ده هتحلها بنسبة 100%، لأننا القناة دي عاملينها مع بعض من أول تظبيط الإعدادات لحد ما عملنا زائد ورحنا على كلمة بث مباشر. زي ما انت كنت شايفين امبارح في الفيديو اللي فات لما جينا عملنا بث مباشر، قالك التفعيل بعد 24 ساعة. الموضوع ده استمر 7 ايام، وانت في خلال 14 يوم ممكن يتفعل عندك البث المباشر في اول يوم او تاني يوم او تالت يوم او 10 يوم او اليوم 14. فعادي جدا انت تنتظر، لان ما فيهاش ميعاد محدد. هو بقول لك بعد 24 ساعة ممكن يقعد 7 ايام، ملهاش معايير، والموضوع بتختلف من تفاعل لتفاعل حتى باثبات ميزات المتقدمة واثبات الملكية. تعال بقى معايا اعمل البدء. خد بالك الكلام ده كله ملوش اي 30 لازمة. ليه؟ لان ده لما توصل 1000 مشترك. انا عايزك في البداية فاعمل البدء. بعد لما تعمل البدء بيجي لك الشكل ده. ده الموبايل، الموبايل اللي قدام حضرتك كده. لو انت هنا على الشمال هتقلب الكاميرا، اتخليها خلفية، لكن انا عايز الكاميرا الامامية. هعمل كده هيظهر انا اهو قدام حضرتك. انا اهو انا اللي موجود بعمل ايه البث المباشر بتاع حضرتك. انا موجود اهو الامامية هنا علشان اكتم الصوت. وهنا لو انت عايز تعمل البث المباشر بالعرض مش بالطول، خد بالك بالطول ده معناه ان البث المباشر بتاعك هيظهر في الفيديوهات القصيرة، فحيديك اهم ميزة واهم تحديث حصل في 2024. بمعنى ادق هيخليك تعمل بث مباشر يظهر في خلاصة الشورتز، فيؤدي الى زيادة في المشاهدات وزيادة في المشتركين. صباح الفل، 10 على 10. علشان كده ما نعملوش باتجاه افق اطلاقا، نعمله عمودي بس كده. نعمل التالي. لا ثواني، في عندك هنا قلم. القلم ده محتاج انك تعمل تعديلات على البث مباشر قبل ما تعمله. ايه هي التعديلات؟ هوضح لك بالتفصيل. رقم واحد، هو جاب لك هنا اسم قناتك اللي هتعمل بيها بث مباشر، فتأكد ان قناتك مش داخل بايميل تاني. رقم اتنين، العنوان. العنوان ده لازم يكون عنوان قوي، عنوان مثير، وهيساعدك في الموضوع ده جيميني وشات جي بي تي اللي هنشرحهم بالتفصيل الفترة اللي جاية. علشان كده ما تحطليش اول بث ليا في القناة، ما تحطليش كده، ما تبقاش مدلع، ما تدلعش، سيبك من الدلع، خليك مثير للجدل، خليك مثير للجدل. يعني اعمل الحصول على 1000 مشترك بهذا البث، الحصول على 1,000,000 مشاهدة بعد هذا البث. اعمل اثارة للجدل. هو انت جاي اليوتيوب علشان تبقى صادق الامين؟ لا، انت لازم تكون مثير، لان احنا في زمن الاثارة فيه اهم شيء. بعد كده هنيجي هنا على ضبط المستوى. بص، ضبط المستوى ده معناه ان حضرتك محتاج تعمل البث مباشر بتاعك لغير مدرج لعلني. علني معناه ان الكل هيشوفه، غير مدرج يمكن لكل من لديه رابط الفيديو انه يشاهد البث مباشر. طب افرض مش معايا رابط البث، هظهر، هدخل على قناتك مش هلاقيك. ليه؟ لان غير مدرج، غير ظاهر. فهمتني؟ وصلت معايا؟ تمام. علشان كده هنا بالتفصيل ده لازم تفهمه، لان ده في كل فيديوهاتك وانت بترفع الفيديو. العلني يظهر للجميع، الغير مدرج يظهر للي معاه رابط. فاوعى تعمل فيديوهات غير مدرجه. حتى لو عملت بث مباشر وبعد لما خلصته البث اتحول غير مدرج بشكل اجباري، رجعه علني بايدك. ادخل كده على الاحصائيات ورجعه علني بايدك، ماشي؟ ارجع ورا. بعد كده هيجي لك هنا الايه، الفيديو اللي هو الجمهور المطلوب. هل الجمهور ده مخصص للاطفال ولا غير مخصص للاطفال؟ لا، انا عايزه ليس مخصص للاطفال. شرحنا الموضوع ده بالتفصيل، ولكن مخصص للاطفال لو كان محتواك مستهدف اطفال.
ازاي؟ بشرح مثلا عن رابعه ابتدائي، جمهور رابعه ابتدائي ده جمهور اطفال، علشان ما يظهر لهمش اعلانات. اعلانات دي مخله، لازم تعمل ايه؟ الفيديو بتاعك مخصص لاطفال اقل من 13 سنه، لانك لو عملته لا اليوتيوب هحوله بشكل تلقائي لنفسه، ماشي؟ فهنا شوف، لو بص بص اقول لك ايه، علشان نحافظ على سلامه والاعلانات المخصصه للاطفال عليك تصنيف انها مخصصه للاطفال، فلو هو مخصص لاطفال اعمل نعم، لو غير مخصص لا، ماشي؟ طبعا انا عامله لا لان انا محتوايا غير مخصص للاطفال، وشرحنا مع بعض الموضوع ده واحنا بنعمل ضبط اعدادات في اول القناه خالص. بعد كده يجي هنا البث المباشر المشترك. البث المباشر المشترك ده لو انت عاوز تعمل بث مباشر مشترك مع حد فبتعمل نعم، لو مش عايز حد اقفله، ماشي؟ اقفله خالص، ما تسيبوش، فاهم؟ ما تسيبوش، لانك لو سبته وعملته نعم انت كده معاك حد في اللايف، هتقدر تدخل اي حد، تدعو اي حد، تبعت اي حد، لو قفلته معناه انك ما تقدرش تبعت حد تاني خالص اطلاقا، ماشي؟ طيب نيجي هنا الوصف. الوصف زيه زي اي فيديو عندك، هتساعدك برضو جي ميني وهيساعدك شات جي بي تي علشان تعمل وصف وعشان تعمل عنوان بشكل احترافي، وهنشرحهم الفتره اللي جايه بالتفصيل. نيجي بقى الموقع الجغرافي. امتى اعمل الموقع الجغرافي ده؟ مصر اهو، واكتب كده بايدي مصر اهو. امتى اعمل كده؟ لما يكون في حدث، لما يكون الموضوع فيه حدث. لكن طالما ما فيهوش حدث ما اعملش، طالما الموضوع يشتمل الكل ما اعملش. في حدث مصري اعمله مصري، ما فيش حدث مصري اشيل ده خالص وما احطش مصر ولا اي حاجه خالص، اسيبه عامل للجميع. لكن لو انا بعمل حاجه اخباريه وبتكلم عن حاجه حصلت في جامعه القاهره فاكتب مصر. ليه؟ لاني بستهدف المصريين، فاليوتيوب يبدا يطرحه اكتر فين؟ في مصر. هل معنى كده ان الموقع الجغرافي هو العامل الاساسي لطرح الفيديو بتاعك في مصر؟ لا، بالاضافه الى العنوان والصوره المصغره وكلامك داخل الفيديو واستهدافك للعنوان بشكل تلقائي للجمهور محدد بعينه، تمام؟ نيجي مع بعض بعد كده للتسجيل الرقمي. التسجيل الرقمي ده معناه انك هتعمل تسجيل للشاشه بتاعه الموبايل، وهتعمل لها تسجيل وتضيف اسم لعبه. لو انت مثلا بتلعب ببجي اهو، ببجي موبايل مثلا، ماشي اهي، ببجي فين؟ اهو ببجي موبايل، ماشي. هنا كده انت بتعمل ايه؟ بتعمل للعبه اسم كده، بتسيبها. طيب افرض انا مش عايز اعمل بث مباشر للايه؟ للشاشه، يعني مش عايز اعمل للشاشه اشيله. طيب التسجيل الرقمي ده مش ظاهر غير على الاندرويد، مش ظاهر عندك للناس العاديه اللي شغاله بالايفون، الناس الفقيره دي اللي معاها ايفونات الفقيره دي مش شغاله عندهم، شغاله على الاغنياء اللي عندنا بس. احنا ناس اغنياء معانا اندرويد، اغنياء احنا فقراء زيكم، فقراء ماسكين ايفونات، انت فقير يالا، احنا اغنياء، ماشي؟ الناس الاغنياء اللي معاها اندرويد هي اللي شغاله بايه؟ شغاله تعمل تسجيل رقمي. مش تقدر تعمل تسجيل رقمي اللي معاه ايفون، لكن اللي معاه اندرويد يقدر يعمل تسجيل رقمي. بس خد بالك الموضوع هنا بيفرق في السبيكر والمايك من موبايل لموبايل. في موبايل لما تعمل بس مباشر صوتك يقف، ما بيقدرش يدمج تطبيقين مع بعض، وفي موبايلات بتقدر تدمج اكتر من تطبيق يطلعه مايك عادي. فهنا حضرتك شوف موبايلك هينفع ولا مش هينفع، لو مش هينفع بتبدا تجيب مايك خارجي وبتشتغل عليها وان شاء الله بيشتغل معاك، او بتبدا تدور على تطبيق تاني يعمل لك بث مباشر للشاشه بشكل افضل من تطبيق اليوتيوب، ماشي؟ بعد كده هنا تحديد موعد. هل حضرتك هتحدد موعد للبث المباشر؟ هحدد مثلا يوم 21، هحدد يوم 20، حد يوم 9. وخد بالك لما اعمل تحديد بقى معناها بعديها كده ان انا هاجي اليوم ده واروح اعمل بث مباشر، وهنشرحها بالتفصيل في فيديو تاني. بعد كده بنيجي على الاعدادات المتقدمه. هنا السماح بالمحادثه اكيد، وهنا السماح بالتفاعلات برضو اكيد. هنا ممكن تلاقي خانه تحقيق الربح للقنوات المفعله ربح. لو مش مفعل ربح مش هيبقى ظاهر عندك، ايه القناه دي غير مفعله ربح؟ هيبقى مش ظاهر عندك. بعد لما تخلص ده كله بتيجي هنا وتعمل التالي، وبتعمل بث بس مباشر. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان في حاجه اسمها تيست سبيد. علشان تعمل بث مباشر، ماشي، لازم يكون الابلود بتاعك اكتر من 5. طب نعرف الابلود ازاي؟ من تيست سبيد او سبيد تيست. بنعمل اهو بحث او سيرش، او هو يبدا يعمل تيست، يتست نفسه، بيبدا يديك الابلود والداونلود. سماح مثلا اهو، سماح ده، ماشي، هيبدا يديك داونلود والابلود. داونلود
19 والابلود هتلاقيه مثلا هنا 10 او 12 اخر مره كان 17 بالكتير قوي. خد بالك ده اللي معايا ده نت هوائي مش نت ارضي، فانت ممكن من خلاله تقدر تشتغل عليه عادي جدا وشغال معاه زي الفل. بص الابلود اهو 21 ابلود، ده يديك بث مباشر روعه. لكن لو واحد او اتنين او تلاتة هتعمل بث مباشر وهيقفل معاك، هتعمله تاني وهيقفل معاك، هتعمله تالت وهيقفل معاك. نصايح للبث مباشر، خلصت البث مباشر اعمل التالي بقى كده، يبقى انت عملت بث مباشر. نصايح للبث مباشر، البث مباشر لا يتم احتساب ساعاته في نفس اليوم، ولكن يتم احتساب ساعته عندما يتم تحويله الى فيديو، وبعد لما يتم تحويله الى فيديو بيقعد 7 ايام ويتحسب عادي، فما تقلقش. رقم اتنين، البث مباشر لازم ليه شخصية مختلفة. شخصيتك الهادية اللي قاعدة بترد لا، هو عايز شخصية باور باور باور، ما ينفعش حد هادي كده يقعد على اليوتيوب، لازم باور، لازم تديني ايه اللي بتكلم بيعمل كذا. وخد بالك لازم يكون معاك موبايل تاني عشان تعرف تقرا التعليقات، لان القرايه من الموبايل ده هتحولك حرفيا، خلي ده للبص بس والنظر وترد من التاني حرفيا، القرايه هتحولك. اعمل مسابقات، اعمل تحديات، اشتغل مع جمهورك بشكل تفاعلي. البث المباشر الميت اللي بيتعمل بتسجيل رقمي وشاشه مؤقته والكلام ده انا مش عامله ولا هعمله ولا هشرحه. ليه؟ لان ده ممكن يؤدي الى رقم واحد ايقاف الربح على قناتك، رقم اتنين انذارات من اي شخص انا قادر ادخل ادي اي حد بيعمل بث مباشر بفرقيع وبيعمل بث مباشر بدون شاشه سوداء انذار في ثواني، اي حد اقسم بالله اي حد قادر اديله انذار في ثواني. طب ليه؟ ومش هتقدر تعمل اعادة نظر، ومش هتقدر تعمل اشعار مضاد، يبقى ليه؟ ليه نعمل القرف ده؟ ليه ندخل في القرف ده؟ الحاجات دي انا ما بحبهاش وما لا بحب ادخل فيها اصلا. فحاولوا على قد ما تقدروا تخلي بصوصكم بشرة طالعة من اون كاميرا، من على الكاميرا على الهواء، بس بشرة على الهواء، اما احط ايدي واحط لازقة سودة وحط... انت ضايعة بس مباشر اللي هي فوزية، ما تطلعيش طالما مش عندك قدرة انك تقف قدام الكاميرا، ما تطلعيش. او على الاقل حطيه بستاند كده وحط وراه كوبايه نسكافيه كل شويه اشربيها وحطيها، بحيث ان ليه البث المباشر يكون في حركه، مش صوتي ولا صوري، حركي البث المباشر. روحي كده وتعالي كده، روحي كده وتعالي كده، اهو بص انا ماسكه كده بيده بس اخلعه بس كده اهو، بص ده اهو اهو بث المباشر اهو، بروح كده وباجي كده، بروح كده وباجي كده، بخلي البث المباشر بتاعي متحرك مش ثابت، لان لو خليته ثابت انا هخسر، انا هخسر ايه؟ ان اليوتيوب يعتبره محتوى معاد استخدام. فهمنا؟ دي كان ممكن حاجات اقولها لك كده عن البث المباشر، ومش الكل ده نصائح صغيره كده بيني وبينك بقولها لك كده عشان تركز على قناتك وتشتغل على قناتك بشكل افضل من كده، لان اليوتيوب لن يرحم اي مخالف ولا يرحم اي متخاذل. امشي صح يحتار عدوك فيك، وعدوك هنا مش اليوتيوب، انت عدو نفسك، لان اليوتيوب شرح كل حاجه بالتفصيل دلوقتي، انت بقى اللي في ايدك تشتغل. شكرا.